أقامت مديرية ثقافة الطفل احتفالية طفولة وأبداع تكريما للفائزين في المسابقات الأدبية والفنية لأبناء الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة والمسابقات السنوية لعام 2021 في المركز الثقافي العربي بكفر سوسة. المسابقة كانت على مستوى الأراضي في الجمهورية العربية السورية في كافة المناحي ولكافة الفئات وضمن الشرائح المتنوعة، وطبعا كان اختيار الفائز من الأفضل من بين الأفضل، ذلك من خلال لجان مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية، تم الاطلاع على جميع الأعمال. اليوم نحن نتوج جهد سنة كاملة، هذا النشاط يبدأ من بداية السنة ويتوج في بداية السنة التي تليها، فهذا نتاج عمل مديرية ثقافة الطفل، وزارة الثقافة، ولجان مختصة في كافة المحاور، مديريات الثقافة في المحافظات. التكريم مهم كتير للأطفال وللكبار، فهو بيعطيهم حافز وبيعطيهم دافع للاستمرارية، ونحن بوزارة الثقافة هو الأهم من التكريم هو المتابعة والاستمرارية ما بعد التكريم. نحن عنا برنامج تكوين ثقافة الطفل بتضمن عدة مشاريع، من بيناته طبعا من ضمن هاي المشاريع رعاية مواهب الأطفال وتنميتها وتدريبهم دائما على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتدريب الكادر اللي بيشرف عليهم. الاحتفالية تخللها معرض لأعمال الأطفال الفائزين بالمسابقات الفنية من رسم وتصوير ضوئي وخط عربي. فاز بالتصوير الضوئي المسابقة اللي عملوها بمعهد الأمل، كمان كرموهم بالمعرض هون. فزت بجائزة الرسم وبهني أنستي اللي دربتني على الرسم. فزت بتصوير الضوئي. شاركت بمسابقة التصوير الضوئي، صورت عن نواعي الحمام وعن جمال الطبيعة عندها، وبتمنى أصير بالمستقبل طبيبة جراحة. رسمت لوحة عن الآثار، عن آثار تدمر، وهي هيدي الآثار اللي بتدل عن هوية وحضارة البلد. شاركت مسابقة الرسم وهلا نجحت فيها وتكرمت. أنا بحب مهنة الرسم كتير، وفي أنسة عبير السراج ساعدتني ساعدني بالمهنة وحضرت إلى وهلا أنا بقى تكلمت عن اللوحة بوستر. أنا فرحت كتير إنه صورت هيك وإنه ربحت، وانا يعني انه بحب انه دائما انه اصور ودائما انه اكون متعلمه بالتصوير، فانا بحب انه اكثر شيء عندي انه هو التصوير. انا رسمت لوحه عن الام اللي بتحضن اولادها، هي اللي بتمثل سوريا اللي بتحضن اولادها برات خارج القطر وجوات القطر. التكريم يهدف الى تشجيع الاطفال لمتابعه ابداعهم وتنميه مواهبهم وتحفيزهم بالمسابقات والجوائز التكريميه.